نظمت بصنعاء تظاهرة احتجاجية للتنديد بالجريمة البشعة التي هزت المجتمع اليمني، والمطالبة بسرعة تسليم قتلة الشابين حسن أمان وخالد الخطيب ومحاكمتهم. احذر في سيارة شيخ مسلح، شعار المسيرة الحاشدة التي اتجهت إلى منزل رئيس الجمهورية للمطالبة بتسليم قتلة الشابين حسن أمان وخالد الخطيب، مرددين الهتافات التنديدية بالقتلة ومطالبين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بسرعة تسليم الجنة. دين الدولة الإسلام، وبالتالي شرع الله هو القصاص. لا شيخ ولا فرد ولا مواطن فوق القانون، نريد تطبيق القانون وهذا هو ما طلبناه. المتظاهرون طالبوا من الحكومة منع السلاح داخل وخارج المدن، متسائلين لماذا لا تطبق القوانين ضد النافذين من المشايخ. هذه المسيرة هي لدعم هذه التوجهات التي يقودها فخامة الأخ الرئيس باتجاه إرساء قيم المواطنة المتساوية ودولة النظام والقانون التي لا يطالب المتظاهرين سوى بها. البيان ندد بالجريمة التي هزت المجتمع اليمني وكشفت الغطاء عن الجرائم البشعة التي يرتكبها مثل هؤلاء. أولياء دم المجني عليهم طالبوا بالقصاص وتطبيق القانون والعدالة وتسليم الجناة لينالوا جزاءهم الرادع. ونحن نطالب وما زلنا نطالب رئاسة الجمهورية والأخ الرئيس حفظه الله ووزير الداخلية بتسليم الجناة، وما طالبنا هي مطلب واحد فقط، القصاص، العدالة. نريد العدالة تأخذ مجراها، نريد دولة مدنية، ونريد أن نعيش بهدوء، ليس أن نرى أبناءنا وأخواننا دمهم يروح سدى وإحنا جالسين نتفرج لهم. حسن أمان وخالد الخطيب قتلا قبل 9 أيام في العاصمة صنعاء، وأصدر رئيس الجمهورية توجيهاته الصارمة وتسليمهم للعدالة لمحاكمتهم حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه المساس بالوطن وسكينة المواطنين. المسيرة التي وقفت هنا تطالب بتسليم القتلة، فهل تطبق عدالة السماء؟ عبد الفتاح غلاب، اليمن اليوم.